كل زوجين نهار تيفكروا انهم يجيبوا وليدات للدنيا تيكونوا مسؤولين في انهم يصنعوا لهاد الاطفال ذكريات تليقوا بهم، ذكريات اللي يا اما كيطلعوهم شجعان وعندهم ثقه في الدوات ديالهم وتخليهم حتى هما ناجحين في انهم يكونوا اسره، يا اما تيصنعوا لوليداتهم ذكريات فاشله وكتحطم اللي كتبقى تبعهم حتى واخا تيكبروا بحال شي كابوس في حياتهم ورغم النجاحات ديالهم. وكاين نوع ثالث اللي رغم المآسي كياخذ قرار باش انه يقطع ديك الصفحه كانها عمرها ما كانت. وباش دير هاد القضيه غادي خصك تكون شجاع فعلا وقولا. حكايتنا الليله ايجابيه بالنسبه لنا حنا كمتفرجين، ولكن بالنسبه لصاحبتها نقدروا نقولوا ما ذاقش طعم اللطف الالهي في الحكايه ديالها. فما تمشيو فين وضروري تسمعوا هذه الحكايه لانها جميله وللعبره كيف العاده. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه، احوالكم طيبه كيف العاده، المؤنسه ديالكم اينما كنتم عادت اليكم من جديد. فيخ ما نطولش عليكم اكثر في هذه البدايه لانه حكايتنا الليله طويله ومجبده. غير هو قبل ما نبداو خليني نقول لكم بلي انه غدا غادي نحط لكم واحد الحكايه واحده اخرى من برنامج هذه حكايتي للموضوع ديالها التحرش على الاطفال، وعندنا واحد الحكايه مماثله بحال هادشي اللي رايج دابا حاليا. ضروري خصكم تشوفوها لانكم غادي تستافدوا منها وغادي نعطيكم نصائح كيفاش انكم توعي ولادكم باش انهم يردوا البال من الفتن اللي حنا دايرين فيهم اليوم. هذا الموضوع معصبني بزاف وكنت باغي نهضر لكم فيه اليوم، وانا نقول لا غادي نسبق هذه الحكايه وغدا غادي نحط لكم هذه الحكايه، ضروري تسمعوها وتشاركوها مع احبابكم اللي عنده الوليدات حيتاش غادي تستافدوا منها. اذا كنتي جديد على القناه نقول لكم مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار الدار دار كيف العاده فما تبخلش عليا انك تضغط على زر الاعجاب كتشجع ليا وتشجع لهذا المحتوى اذا تيبان لك بانني استحق. فخلوني ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا هنا قصتي غادي تبدا من نهار تزاديت. حليت عيني وكبرت وسط جوج ديال خوتي والديا، ماما ربات بيت اللي غادي تكتشفوا من بعد في الحكايه بلي انه هي ربات بيت وكتمارس اعمال وحده اخرى. بابا عنده واحد السناك ديالو على قد الحال ولكن مشي ليه مزيان، فالحمد لله كنا ميسرين ماديا وعندنا الدار في سميتنا. والدي خدامين بزوج في هذاك السناك، علاش ماما ماشي غير ربات بيت لانها جميع الادوار كديرهم في داك السناك من غير مهمه وحده اللي ما كانتش عندها، انها ما كانش عندها الحق انها تقيس لاكاس حيت بابا اللي كان مكلف بها. كطيب كتغسل الماعن كتسربي الناس وكتجفف المحل، وكنظن هذه الجمله كافيه انكم تعرفوا على الشخصيه ديال الاب ديالي. الام ديالي كانت كتخدم معاه بلا خاطرها وما كانش كتبغي، طبيعه الحال ما كانش يخلصها حيتاش مرته، هذا هو التفكير ديالو. فقبل ما نجيو حنا ولادو للحياه خصكم تعرفوا بلي انه الاب ديالي ما كيبغيش ماما تولد نهائيا. علاش؟ باش تبقى مفرغه ليه، بمعنى تبقى مفرغه للسناك، ما تيبغيش العائله ولا حتى العراضات ولا حتى شي حد، ما كيبغيهاش انها تشغل على داك السناك بحال كان شاد شي عامل ودير ليه شهريه، وخصوصا انه يبقى تحت الطاعه ديالو، علما انها هي كيف قلت لكم ما كانش داير لها شي شهريه وما عندوش نهار ديال الراحه ولا حتى العيد. هو ما تيعرف حتى شي حاجه من هاد الامور، تيقول لها الاعياد فين كتمشر ليا قضيه، حيتاش كلشي تيسد داكشي باش انا كنبقى حال. ماما غادي تحمل باختي الكبيره، من بعد غادي تحمل بيا انا اللي بابا كان ضد الفكره باش انها تحمل. مشات غضبانه لعند والديها، اصلا دائما كانت كتغضب، اول دعوه في المحكمه كانت عندها فاش قربت انني نتزاد. كان بابا دار ليها الرجوع الى بيت الطاعه وكانت رجعات حيتاش خافت من القانون، غادي تولدني ودارهم هما اللي داروا لي السبوع، اما هو ما دار لي حتى شي حاجه. دازت 11 عام، هاد 11 عام ما حسيتش بها حيتاش كنت انا واختي اللي كبر مني كنا عايشين انا ويا الاستقلاليه، بمعنى كنا عارفين انه عمرنا ما غادي ندخلوا للدار وغادي نلقاو فيها ماما موش دير لنا مثلا الفطور ولا الغداء ولا دير لنا شي حاجه، حيت وقتها كله كان في هذاك المطعم، حيت هي مرغمه انها تخدم فيه. كتمشي لي من 3 ديال الصباح حتى 10 ديال الصباح، ومن الوحدة حتى العشرة ولا 8 ديال الليل. كانت ماما كتجي مهلوكة من الخدمة وبغى غير تدخل وتنعس. هو ما كانش عارف نهائيا شي حاجة سميتها بلي الوليدات كيبغيو ماماهم ولا خاص الوجود ديالها في الدار. انا كنت معقده من داك الاحساس ان ماما ما كايناش في الدار، وبخصوص انا كنت حساسه بزاف. كنت نجي للدار وتنقول يا ربي بغيت غير نلقى ماما، ما بغيت لا ماكله لا حتى شي حاجه. كنا دايرين بحال دوك اليتامى كندخلو كنلقاو غير الظلام، غير انا واختي كنبقاو كندورو، كتجي ماما كدير لينا العشاء كناكلو بالزربه بحال حنا في شي سباق، وكنبقاو نقول لها ماما واش عرفتي شنو وقع اليوم؟ يا بنتي راه فيا النعاس. ماما عفاك صايبي لنا هذه، يا بنتي راني كنموت بالنعاس، نوضي ديريها لراسك. حاجه وحده فاش كنشبع في ماما فاش كتكون مخاصمه مع بابا، كنبغيها تخاصم معاه باش انها تبقى معانا، حيت اذا تخاصمت معاه ما كتبقاش تمشي لذاك السناك.
اما انا واختي ما كناش بامكاننا اننا نمشيو لعندو وما كانش تيبغي تيقول لنا ما نشوفش وجهكم هنا، لدرجه انه اذا قلنا لي غير السلام كان كيقول لي سيري في حالك، كان عدواني وقدام الناس وكيطيح منك. الاستاذ ديالي مثلا لما كيمشي لعندو السناك ويقول ليه راه بنتك تبارك الله ما شاء الله، تيقول ليه اجي تشوفها في الدار، مالها مسكينه، ايوا راه كدير وكتفعل وكترك، وكيبقى كيشوف السمعه ديالي. ما كانش يعرف نهائيا باللي كل واحد عنده المشاعر ديالو والكرامه ديالو، وماشي من حقك انك تصطم عليها واخا راه ديال ولادك. فاش كملت 11 عام حملت ماما بخويا الصغير، وهنا بابا غادي يعلن الحرب رسميا. ماما كانت كتمشي لذاك المطعم وكرشها الفمه وعيانه بزاف وما عندهاش النهار اللي ترتاح فيه، وكتخدم ساعات عمل اللي كانوا كثيره بوحدة. كيف قلت لكم كدير بزاف ديال الخدامي، كل نهار عندنا المشاكل والاعصاب حتى تزاد خويا. منين تزاد ماما انا داك مازال ما كملش اسبوع من نفسها، غادي يوقف عليها بابا ويقول لها وجدي راسك فلانه باش تمشي معايا السناك راه كيطولتي. شو غادي دير؟ بقات كتبكي وكتقول ليها لما غادي نخلي ولدي باقي صغير وما عندي ما ندير. قال لها عند اختي اللي كانت كتسكن حدانا. فعلا ماما داتو لعندها ليله وحده، رجعت عمتي وقالت لها لا ما نقدرش عليه راه صعيبه عليا الدعوه. انا اختي كنا تنقراو، وقال لها بابا بما انه هنا هي اللي نعاسها خفيف هي اللي غادي تقابل خوها. تخيلوا معايا انا تنقرا وكنقابل خويا مع 3 ديال الصباح، ما سولنيش واش ابنتي بامكانك ديري هذه المهمه. انا وقف عليا وقال لي مع 3 ديال الصباح غادي تفيقي مع خوك. انا طفله نتاع 12 عام تنفيق مع خويا، نبدل ليه نرضعو ونراري بيه، وانا مازال طفله، انا براسي مازال محتاجه اللي يراري بيا. المهم هذاك خويا ولا بحال ولدي نيشان، هي ولداته وانا اللي كنت كنتكلف به، اذا خرج خصو يخرج معايا. فاش هو تزاد انا وليت مقيده بحال شي مراه عندها الوليدات، ما تقدر دير حتى شي حاجه، كنمشي للقرايه معطله. وبما انه انا واختي عندنا واحد التوقيت اللي كان مختلف، كنت انا وياها كنديروا النوبه باش اننا نشدوه. شي مريضه تعطلت فينا شي وحده تيقول لنا بابا بلا ما تمشيو تقراو، يعني ما عندوش غرض في قرايتك، هو عنده مشروع صافي ما مسوق في حتى شي واحد. انا وبعدي الطوفان. بابا في الدار تيخسر الهضره، عنده هانيه ديما مقلل مني انا واختي، الدار بالسب. هو من داك النوع اللي تيدخل لك حتى في الماعن ديال الكوزينه. غسلتهم علاش لا، يا المسخات يا الفعلات يا التاركات، وينوض مع 3 ديال الصباح ويبقى كيسب فيا انا واختي. انا كندوخ بالسبان ديالو، كنبقى كان وفي الصباح كنمشي محط من المدرسه، كان تيسبني. تخيلوا معايا في العرض ديالي وانا مازال باقا صغيره، وكينعتني باقبح الصفات اللي ما نقدروش نوصفو بهم حتى العاهره عزكم الله. قلبي كان تيضرني فاش كنسمع المعيار ديالو، وكنمشي كنطلع للدروج نتاع السطح وكنبقى كنكير بوحدي. واحد المره جارتنا كانت ما عندهاش مسكينه الوليدات، كانت كتسمع بكايا وكتبقى كتبكي معايا حيت كنت حساسه واي حاجه كانت كتضرني. اما اختي مسكينه كان كيشدها كيسلخها، وعلى ابسط حاجه علاش ما صبنتوش ليا سروالي، وسروالو عزكم الله فيه 2 متر تيكون موسخ حيت مقابل غير الخدمه وما تيبدل ما والو، تيبقى بداك اللباس حتى كيولي كحل وما كيبغيوش يخرجوا في الماكينه، والماكينه براسها دفلاتهم. هو تيقول لي ديري الشتاء وتيد ويديك، وكنبقاو كنحكوا في داك السروال. كاع الاعصاب والتوتر نتاع داك السناك كان تيجيبو لنا للدار، وكيبقى علينا داك الفاعل التارك الصانع فين ما كان شي حد تيبقى كيجبدو لينا. المهم كان بابا انسان اللي هو عصبي بزاف، واذا كليتي شي حاجه من الثلاجه كيبقى يبحث. وماما خلاص فاش كتعيا كتهز راسها وتهزنا معاها وكنمشيو للدار عند جدي، وهنا كتبدا نوعا ما معاناه واحد اخرين. دار جدي كيحماقوا على ولادهم وعيالاتهم وولادهم. فاش كنا تنمشيو لعندهم تنبقاو بنفس اللبسه ببساطه، حيتاش بابا كان تيجري علينا دائما في وقت الدخول المدرسي باش انه ما يصرفش علينا ولا يكسينا ولا يشري لنا الادوات، وتيقول لنا نتوما ما خصكمش تقراو حيتاش انا ما قريتش. لدرجه انه كانوا عندي بزاف ديال المواهب، كنت كنبغي نرسم نخيط ندير رياضه ندير بزاف ديال الحوايج، وكنت اجتماعيه لاقصى درجه، ولكن بابا كان كيقتل فيا دوك المواهب. تخيلوا انا طفله ماشي من حقي انني نلعب من المونيكا، تيقول لي لا راكي كتباني بحال دوك بنات كيليميني وخاصك تكوني قويه وقاسحه، وكان كيلوح لي المونيكات حتى وليت كنخبيهم باش نلعب بهم بالتخبيه، اولا كنشد شي وساده كنلبسها وكنلعب معاها. تخيلوا معايا لدرجه وليت كنشدها ونجسدها هي انا، ونبقى نعيش هذاك الشيء اللي انا باغاه واللي حرمني منه بابا، ونقول لها انا هو باباك كنبغيك، ونخرج كاع داكشي اللي انا محتاجه نسمعه من عند بابا، ونتهلا في راسي بديك الدنيا. كنت بيتوتيه ومهتنه لواحد الدرجه كبيره، وبابا ما بغاش داك السكت ديالي. هادشي اللي تنعاود لكم نفسو داروا مع اختي وربما اكثر،
حيتاش اختي الاخرى كانت كتاكل العصا لدرجه انه اذا انا درت شي حاجه كيمشي كيسلخها هو ويقول ليها كل ما درتيهاش انت الكبيره ما غاديش تعلم منك. المهم عشنا واحد الظلم اللي كان كبير وغير مستحمل، هادشي كله تيفوت وتنتنساو اما عمرنا ما قدرنا ننساوه. بابا بشهاده الجميع كان انسان اللي هو خايب ولسانه كان سليط، اذا دوا بحال شي سم ديال شي الفعه تيبدا يدخل لك داكشي مع عاداتك حتى كيبغي يقتلك. كان قاسي معنا لواحد الدرجه اللي كبيره ولدرجه انه اي واحد تيلقانا تيقول لنا واش نتوما هما ولاد فلان الله يحسن ليكم في العوان. ايه لدرجه انه اذا كنت خارجه مع صحاباتي وجايه من المدرسه للدار ومهليه في راسي بشي مقبطات وطلقه شعري علما انني كندوي لكم على سادس ابتدائي، بابا كان كيفرشخني في الزنقه علاش ما تجمعيش شعرك. بابا كان يتحكم في كل شيء في حياتنا كلها بالتفاصيل ديالها، وكان دائما كيجيب لي شي حاجه كبيره ويفرضها عليا ويقول لي راجتك مزيانه، وباش نتهنى من المشاكل كنلبسها وكنسكت. اختي فاش كانت كتعبر على رايها كانت كتاكل العصا، وانا فاش كنت نشوفها كنت نتخلع من شنو تيوقع ليها وكنت نسكت. فبحال اليوم بحال الغدا حتى داز الوقت والدعاوي ديال ماما وبابا في المحكمه ديما مضاربين ديما في المحاكم وديما الاعصاب. واحد المره بديت كنفكر وقلت اجي نفكر لبابا في شي حاجه زوينه باش تفعل عليه، ولكن والله ما لقيت حتى شي حاجه ولو غير وحده ولو غير نص وحده. وفراسكم بلي انا راه حتى مع الناس كيأذيهم، واي واحد قاري ولا ما قاريش ولا واصل بالنسبه ليه كان يعيط لي غير بولد الحرام، واحد ولد الحرام عنده فلوس، واحد ولد الحرام قاري، واحد ولد فلان، واحد ولد هذا. واحد المره ماما كانت خدامه معاه وجا واحد الكليان سولها على شي اكله كيديروها تما، قالت له ولدي بلي راه ما كايناش، وقال ليها واش كتعرفي فين نقدر نلقى بحالها حيت مراتي كتوحم، وهي توريه نفس المحل تيبيعها حداهم. بابا ناض ليها وبدا تيغوت وكيخونوني في قلب المحل ديالي، والمرا كتخونني والمرا فاعله وتاركه. ماما بدات كترعد، وانا ديك الساعه كنت كنقرا، كنت نازله من الثانويه للدار وكنت نسمع الغوات وشي صداعات مع المدينه كانت صغيره وما عرفتش منين جاي داكشي. هو غادي يجمع ليه الناس، وماما لاحت عليه الطابليه وقالت ليه هادي والتوبه، عمرني ما نصطم معاك في هاد الخدمه. علما انه ديما كان كيهددها انه اذا ما خدمتيش معايا راه ما كاين لا سالير لا ولادي يقراو لا حتى شي حاجه. ديما كان تيهددها انه غادي نخرجوا حنا من المدرسه، وكانوا العائله كلهم تيقولوا لينا الله يهديه راه ماشي لخاطرو، وديما تيقولوا لينا منين تكبروا الله يسهل عليكم تمشيو من حدا حيت هو صعيب. المهم وصلت الباك شديته بواحد النقطه اللي كانت عاديه، وكنت فرحانه حيتاش بديك الطاقه السلبيه في الدار كنت نقول يا ربي غير نجح، حيتاش هو كان كيقول لي اذا ما نجحتيش اي واحد جاي يخطبك غادي يلحق ليه وما غاديش نتردد. وكان عندي خوف من هذه القضيه وتنقول ناري وانا ما بغيتش نتزوج، كان شخصيتي ضعيفه بزاف لدرجه انني فاش يقول لي هذا الكلام كنبقى كنبات الليل كله تنبكي غير حيتاش خايفه على بابا انه يزوجني. نهار نجحت بغيت نشارك معكم الصراحه شنو ردت الفعل ديالو فاش قلت ليه بلي نجحت، حشمت والله ولكن من الاحسن بلاش. المهم بابا قلل معايا الادب والحياه بعيدا عليه اللي عاشرني انا وماما واختي تيقول لنا واش نتوما متاكدين من صلب هذاك السيد حيت راه حتى حد ما كيحملو وضيع علاقاته كامله مع كاع الناس مع عائلته مع عمو مع با مع كل شيء، لدرجه انا وجدي مات الله يرحمه وبابا ما مشاش وخدم في هذاك النهار، وجا قال لها الماما بكل برود با راه مات. ماما بكات وقال لها حيدي عليا اذا مات الله يرحمه حيت كان عاش بعيد عليه وما بقاتش معاه صيله. فهو ما تسوقش، انا شحال بكيت على داك جدي وما مشيتش نقرا وبقى فيا الحال، وكل شيء عرف بلي انني فقدته حيتاش كان حنين فينا وكان كيتهلا فينا، وكان بابا ديما كيدابز معاه وكيقول ليه جدي غادي تندم واحد النهار على هاد البنيتات اللي ما خرجوش ليك فاسدات ولا فيهم حتى شي عيب ومن صغرهم وهما محملين معاك مسؤوليه علاش حتى ما كتهلاش فيهم. بابا ما كانش يحمل ديك الهضره وكان تيدابز معاه. تخيلوا معايا اذا غير دزت من قدام السناك ديالنا حيت جا في الشارع وديك المدينه مع صغيره فيها غير داك الشارع كيبدا بابا كيسب فيا تقول ما عرفت شنو درت ليه، وبالخاص كنكون خارجه مع الناس تيبداو تيقولوا لي اويلي مالا هذا تيسد فيك، تنقول لهم ما عرفت واقيلا اذا شي هبيل. ما كنرضاش نقول لهم بلي راه داك بابا. ماما واحد النهار كانت عيات قالت لينا بغيت نطلق، قلنا ليها ديري اللي مريحك غادي تهزنا وغادي نمشيو كاملين للدار نتاع جدي وغادي نلقاو معاناه وحده اخرى اللي كانت اصلا بدات من الطفوله. بمعنى انه ماما كانت فيها قاعده ما كناش كنحملوها فيها، انهم كانوا كيدويو قدامنا على بابا بحال اليوم بحال غدا بحال بعدو، واللي جا كيبقاو يعاودوا ليه، وانا اختي تازمنا نفسيا بهذه القصه. ماما انا كنت عذره لانها كانت تبرد على قلبها وكتعاود لي شنو دار ليا وما طلعش معايا ولد الناس الى ما اخره،
لكن شاءت الاقدار وبقينا عايشين في دار جدي بخير، وتيكونوا شي شويه ديال المشاكل صراحه ضروري من داكشي اي دار فيها دوك المشاكل واخا تكون كيف ما كانت. حنا ما كناش تنقلبوا على شي عيشه اللي ما فيهاش المشاكل، لا حنا كنا كنقلبوا غير على تكون عندنا غير الصحيحه ونكون عايشين واحد شويه نتاع الاستقرار وصافي. حتى لواحد النهار انا كنت دافعه لواحد القرعه لواحد الدوله واللي ما كنت نعرف عليها والو، خرجت ليا وانا نذاك كنت اقرا في الجامعه بلا بورس نتاع الدوله، وبابا راه ما صرف عليا حتى شي درهم، وحنا كنا مازال في وسط دار جدي ما كانش يعرفنا ولو بدرهم واخا كنا مزيرين، وحتى دار جدي راه كان كل واحد وهمه ومسؤوليه ديالو، اه واكلين وشاربين معاهم ولكن ما يمكنش يوفروا لينا كل شيء. فماما كانت كتضطر انها تخرج تخدم دير الميناج باش انها توقف معنا، وكانت كتقول لينا هذه الخدمه حلوه حيت ماشي مع باكم اللي كان مكرفسني وكيعايرني بالجهله، واخا حتى هو ما كانش شي شخص اللي قاري. المهم فاش طلعت لي القرعه بديت كنوجد، بابا ساق الخبر وبداو تيقولوا ليه اه البلاد ديال الفلوس عفا عليك الله حيت بنتك غادي تمشي لتما، وكثروا الطماعه وكثروا الناس اللي بغاو يتزوجوا بيا على بياض التخرويط. ديك الساعه بدا كيدور بماما وهي من النوع اللي يمكن لك تضحكي عليها بزوج كلمات رومانسيين وتغلب وتنازل على الدعوه اللي في المحكمه وترجع ليه. بقات علينا لا ما كاين ما احسن من باكم ورجعوا معاه حيتاش لمصلحتنا وهذه وهذه، وهذه المره غادي نعاودوا نرجعوا. هنا فاش رجعنا عنده للدار غادي يجينا عرض ديال الزواج قبل ما نمشي لديك الدوله، وقالوا الوالديه ها شحال غادي نعطيوكم، كان ثمن اللي هو مغري. بابا غادي يطيح في هذا الفخ ديال الفلوس وعجباتو وبغى يستغلها، ولكن انا ذاك في السنه الاولى ديالي في الجامعه كنت تعرفت على واحد السيد في الفيسبوك، سلام سلام شنو اخبارك، وبقينا على تواصل كاصدقاء وكنتبادلوا الحوارات والكلام. في 3 ايام بلا ما يشوفني قال لي باغيك المعقول، انا ذاك كنا مازال ساكنين مع دار جدي، فطلبت منه باش اننا ناجلوا هذا الموضوع من بعد حيتاش كنت عارفه باللي انه ماما كتمشي وكتجي عند بابا، فكنت باغا حتى نمشيو لدارنا ونستقروا حيت اذا بغيت ندير شي حاجه بغيت تكون شي حاجه في دارنا حدا بابا وماما. فاش كيجيو كتقول لي لهم هذا فلان وهذا فلان، ماشي هذا خالي وهذا ولد خالي وهذا ولد خالي. قال لي واخا ماشي مشكل، كان الله يعمرها دار ووقف معايا بزاف وسمع عليا شلاه دور، ولكن ما عمرو تبع شي حاجه وكان تيق فيا انا كشخص. انا ذاك فاش خرجت ليا القرعه ما بقيتش جبت مع هذا السيد الموضوع ديال الزواج نهائيا، وهو يصيفط ليا ابنت الناس واش ما كتفكريش مازال في داكشي اللي قلت لك ديك النهار، بما انه والديك رجعوا مع بعضهم ما بقيتيش مازال فتحتي معايا هذا الموضوع، انا راني مازال باغيك. علما انه ما كانش في خبر القضيه ديال القرعه اللي جات فيا باش انا نهاجر، لا نقولوا زعما ربما طمع فيا، وما عمرنا اصلا حتى تلاقينا في الحقيقه. وحتى اذا كاع ساق الخبر هو كانت عنده وظيفه ديالو مع الدوله وعنده الدويره ديالو وكان من عائله اللي هي ميسوره ماشي بغاني على الطمع. دابا غادي نرجع معاكم للحاضر فاش بابا طمع غادي نمشي عند ماما وريتها التصويره نتاع هذاك الشاب اللي عجبها وقالت ليها غزال ما شاء الله الله يحفظه. مشات هضرات مع بابا وقال ليها كيف ما رفضت الاخرين حتى هذا بغيتها ترفضه. تصدمت وبكيت وبقيت نقول ليه انا راه كنبغي هاد السيد وهذه وهذه، لا هي لا. صراحه تأزمت نفسيا وغادي ندير مع هاد ولد الناس وتلاقيت به لاول مره اللي غيعترف ليا بلي انه اعجبه بالاخلاق ديالي واني طيبه وهادئه وصادقه، وما نكذبش عليكم كان اول حب في حياتي، كنت بغيته لدرجه كبيره وكنت نرغب بوالديا باش انني ما نمشيش كاع لديك البلاد ونختار هاد السيد. بابا غادي يقول لي كاين شرط واحد اذا بغيتي تزوجي به انك تطلبي منه يعطيك 10 ديال المليون في الصداق حيت انت غادا لديك البلاد فخاص يكون الطلب ديالك كبير. انا بطبيعه الحال ما رضيتش نهائيا ودخلت مع بابا في حرب، لا بابا حشومه عافاك، حتى وصلت نوبتي انني التحق لديك البلاد ومشيت انا وبابا لواحد المدينه باش انني ندفع الدوسي ديال الطبيب. وهنا طاحت في بالي واحد الفكره، علاش ما نديرش واحد الخطوه انني نعيط لهذا السيد يجي يتلاقى بابا واكيد غادي يبغيه. انا قلت راه بابا بحال الناس غادي يشوفو غادي يعجبو، قلت ليه فلان فاش تجي ما تقولش لي بلي انه فايت تلاقينا ولا ديما كنجمعو. هو رفض وقال لي انا باغي المعقول وغادي نصارح باك، بغى مرحبا ما بغاش ربي غادي يدير لي فيها الخير، وليكن في علمك بلي انه اذا كنا لبعضياتنا ربي غادي يجمعنا، واذا لا راه واخا نخططو حتى نعياو حنا ما غاديش نكتابو. انا هاد الكلمه كانت كافيه انها تدمرني في قلبي حيت كنت نبغي لواحد الدرجه كبيره وما تقدروش تصوروها. اقتنعت وقلت ليه بيناتكم فعلا غادي تلقى بابا ودوى معاه وعجبو وهضر معاه بالادب والصواب وعطاه وقته، لدرجه انه كان قال لي داك الشاب اللي بغاني بلي ربك ظريف علاش كتقولي عليه قاصح. تفاجات. المهم بابا غادي يشرط عليا من بعد بلي انه ضروري هاد السيد يعطيني واحد المبلغ اللي هو كبير في الصداق ديالي، وبلي انه مستحيل يتنازل هو على هاد القرار. واش انا بابا بغيتي نبدا واحد الزواج انني نشرط عليه شحال يعطيني؟ انا راني بكرامتي، اش من كرامه عندك وانت غير فاعله وتاركه؟
المهم كان تيطيح بيا والعائله ديالو كلها كانت غاده معاه في نفس التيار. هو غادي يتصل بابا وقال ليها عمي فلان انا ماشي عمك، انا راني قدي قدك. صدق ما قال لي حتى شي حاجه. مره اخرى عاود اتصل به وقال ليها اسي فلان انا باغي نتقدم لهناء بنتك نجي نخطبها واش ممكن؟ ايوا حتى تاخذ الفيزا ديالها وديك الساعه ان شاء الله. هنا بابا ولا كينعسنا بالمشاكل ويفيقنا بهم لدرجة انه كيجي حتى لحدا راسي ويبدا كينقر عليا حتى كيعيا، وهذا الامر كان كيستفزني بحد ذاته. انا تنعيا وما كنعش الليل كامل من غير شي زوج نتاع الساعات، ويهددني انه يصوني عليه ويقول ليه بلاش، وانا انا ذاك شخصيتي كانت ضعيفه ما نقدر نقول والو وكنبقى غير نبكي. اختي وماما وحتى خويا تيشوفوني تعلقنا بعضياتنا. المهم غادي ناخذ الفيزا ديالي وغادي يعرض علينا ذاك السيد اللي بغاني الزواج لواحد المطعم، وبابا بطبيعه الحال اي حاجه ديال الفابور كانت عزيزه عليه، والتاكسي ما كانش كيخلصو وكيتسنى الطرف الثاني هو اللي يخلص، وانا ما كنتش كارضه نهائيا. دازت الايام وداك السيد غادي يتصل بابا ودار معاه الوقت والزمان فين يجيو يخطبوا، بحكم انه دارهم بعيده على دارنا بمسافات، باللي غادي يجيو يديروا خطبه كبيره. اه مرحبا ولدي انت وعائلتك، ويعطي الموافقه. جا عندي بابا مباشره، راه فلان جاي يخطبك قولي ليه شحال ديال الصداق. انا تنبكي عافاك بابا راني باغاه ما توقفش ليا في سعدي، انا مزوج خليني نتزوج به. المهم غادي يدوز عليا الحرب والقتال والتفاصيل كثيره اللي ما كتساليش. غادي نتخطبوا، في خطوبتي جلست كنترعد ونطلب الله انه بابا يسكت وما يهضرش، ولله الحمد ما دواش وبقى ساكت حتى دازت الامور بخير وعلى خير. الخطيب ديالي وعائلته خرجوا فرحانين من عندنا وعجبهم الجو ديال العائله، حيت المنافقين عندنا كثار، ما كاين غير الضحك والنشاط، كيف تنقولوا السن يضحك للسن والقلب فيه الخديعه. هي هذه ديال عائلتي، وراهم واحد الوجه اللي كان زوين، وفاش تسالى كلشي ما كاين غير الصوارخ كتمشي وكتجي ويحرشوا في بابا، وهي غادي تمشي للبلاد الفلانيه وما جابش ليها وما دارش ليها. تخيلوا هما جايين كيخطبوا وواحد عمتي جايه كتقول ليا هنا شنو هما دابا تيجيبوا في التقاليد ديالهم؟ عمتي راني ما قدرش نقول لهم تجيبوا الماكله ولا هذه، راه كرامتي ما كتسمحش ليا. كنبقى نمشي عند ماما ونتشكى عليها، كتقول لي غير صبري يا بنتي ماشي مشكل، واذا فيه رزق راه غادي يلحق، واذا لا راه تعيا يما طيري ما غاديش يلحق. بابا كان قال لي اذا ما بغيتيش خطيب كيعطي فلوس بزاف غادي ندير واحد القضيه، خليه يخلص لك الطياره والمصاريف وكل شيء تحمله هو. شوفها بابا اي حاجه غادي تعطيها ليا غادي ندير معاك عقد انا اللي غادي نرجعها لك. بقينا في شد اللي نقطع عليك واحد الخصام اللي ما كيتسالاش نهائيا. المهم مشيت لديك البلاد وهنا فين تصدمت، حيت حنا دائما عندنا فكره على الخارج باللي انه بلاد متقدمه والفلوس، ولكن الواقع تيكون صادم. كتجي كتلقى ضروري خصك الطوموبيل وغادي تدوز عليك تماره. الولايه اللي جيت فيها البلاصه اللي جيت فيها ما فيهاش وسائل نقل، خاص ضروري الطوموبيل، وانا ما عنديش فلوس الطوموبيل. هذاك السيد الله يجازيه بالخير اللي كان من طرف العائله ديال خطيبي اللي الفضل ديالو كبير عليا، كان مسكين كيوصلني ساعه مشي وساعه مجي. اصلا بعدا فاش جيت لهاد البلاد بابا غادي يجلس من الخدمه وغادي يسد المحل، قال له هو بنته صافي راها برا صافي غادي تبرع. اختي كان عندها الماستر ديالها وما خلاهاش انها تكمل، بمعنى قال ليها انا ما غاديش نصرف عليك. اختي بقات من هنا لهنا وانا عاد في البدايات ديولي ويلا خدامه تنوقف على رجلي، وبابا ضغط عليا بزاف وخاصني دغيا ندير العقد باش انا نصيفط الوراق لراجلي باش يستغل الوقيته اللي انا فيها في البلاد ويلتحق بيا، حيت صعيب انه تعيشي فيها عازبه وكميه كبيره ديال الارهاق وجري عليا نجري عليك وما كايناش السعاده. وبابا كان تيقول لي واحد الجمله كانت كافيه انها تدمرني، خدمي وكولي ونعسي بحال انا كنت حيوان. ما كان يقول لي لا سلام لا كيف دايره لا توحشناك لا صحيحه كي دايره لا واش ولفتي. تمنيت ولو نهار نسمع هذه الجمله لدرجه انه طلع في راسي هو والعائله وكل شيء. عشت المعاناه وما كاينش اللغه ولا حتى الفلوس. الخطيب ديالي غادي يصيفط ليا شي فلوس حيت شافني تكرفص. بابا فاش سمع انني شريت الطوموبيل قال هذه عندها الفلوس. انا اتفقت انا والخطيب ديالي باش اننا نهبطوا للمغرب، والسيده اللي كنت عايشه معاها هي وراجلها كانت غادي تهبط في الصيف حتى هي للمغرب، قلت اجي نهبط معاهم. فاش سمعني بابا هبط للمغرب دار ليا فضيحه. كنت عواله في سيمانه واحده ندير العرس، دار ليا بابا نفس القصه نتاع خصو يعطيك خصو يعطيك، وانا ما بقاش عندي الصبر وليت كنرد عليه الهضره بركه من طمع بابا. صافي دابا تقدوا الكتاف وبديتي كتجاوبيني دابا ولا عندك الصالير ديالك. هو صراحه فهم الامور بهذه الطريقه ما عنديش كيفاش نبدل هذا التفكير، فباش يوافق ويخليني نتزوج السيد اللي تنبغي غادي يطلب لي واحد الثمن اللي خيالي. قال لي غادي تعطيني هذا الثمن كل شهر غادي نخليك تزوجي في راحتك. المهم درنا العرس وبابا خدا صداقي كله وخدا الكادوات ديال العرس وما وصلني حتى كادو واحد. مشيت الدار نتاع عائله دراجلي غير انا بوحدي، لا حوايج ولا كادويات، طويله
وبقى في الحال بزاف. بابا غيدور على كل شيء، اللي بغى يعطي يعطي الفلوس. فعلا تعطوا ليه فلوس اللي كانوا صحاح من غير فلوس صداقي. فجاء الوقت باش انا نمشي في حالي، بابا هز راسه ومشى في حاله وما سلم حتى عليا، ومشى قال لك كان عيان مشى ينعس. بقى في الحال بزاف، حيت كنت باغا ولو غير قدام عائلة راجلي انه يدير لي ولو غير 10% من القيمه، ولكن والو. وحتى اذا بغيت نتظاهر بلي انه بابا راه مزيان وتيبغيني، ما كانش ممكن، لانه الحركات ديالو كانوا مفضوحين قدام عباد الله، وغير مخنزن في الناس وما حملنيش، وما جاش يتصور معايا ولا يهضر معايا حتى في العرس. مشيت مع راجلي لحياه وحده اخرى اللي شفت فيها ناس كيتحابوا بيناتهم، الاب تيبغي الام وكيقدرها وكيحترمها. عندي حمات رائعه وشيخ كذلك تيخرج من فمه غير العسل وقريب من الله، ومع عمرهم ما أدوني في شي حاجة وكيحسبوني بحال بنتهم. رجعت في حالي بيد ما خرجوا الوراق لراجلي، وهو اللي عطاني الفلوس باش أنا ندفع ليه، ولقيت راسي حاملة وفرحت. ولكن وسط فرحتي تفكرت بلي أنه ما كاينش اللي فرح ليا في عائلتي من غير ماما، فاش قلتها ليهم قالوا لي أويلي بحال كنت جايبها من الزنقة. بقى فيا الحال، وبالخصوص فاش كنشوف راجلي وعائلته فرحوا بزاف بيا واللي قرابين ليا تيويلوا. بابا تيقول لي غير خدمي وصيفطي، وانا راه ما يمكنش، عندي بنت، عندي داري، عندي مسؤولياتي. بنتي تنحاول انني نعطيها وقت اكثر ونوعيها، لانني عايشه وسط بلاد اللي الحرام حلال والعيب موضه. كنحاول نزرع فيها القيم ونحرص انها ما تعيش داكشي من الناس دزت. انا ما جيتش نغرق في الخدمه ونخلي بنتي تعيش الحرمان اللي عشت مع ماما فاش خدمت علينا. ما بغيتهاش تحس بلي انني ما معهاش. الراجل الحمد لله ربي عوضني به، تيقول لي غير ضحكي ليا وما كرهتش ندير شي حاجه اللي تفرحك ديما. تيطلب مني انني ننسى المشاكل ونبداو صفحه جديده، ولكن انا ما قدرتش ننسى الماضي والحقره ديال بابا. فاش تزوجت لقيت راسي تقاد ليا الجهد والطاقه، والمفروض انني نكون فرحانه بهذا اللطف اللي دار لي ربي، ولكن الاثار ديال الماضي مخلياني عايشه بلا روح، والسعاده ما كنعرفهاش، حيت ديما تنحس بداك النقص ديال الاب، وتمنيت لو كانت كنت يتيمه على انني نكون محقوره. اليتم ارحم من داكشي اللي عشت. اختي الحمد لله سهل عليها مولانا وتزوجات وخرجت للخارج وبدات حياه جديده. ماما وبابا باقيين مزوجين ولكن بعدوا على بعضياتهم، حيتاش ماما عيات وانا اليوم هي اللي كنصيفط لها شي بركه، اما بابا برزقه. كنحاول انني نبقى معاه في تواصل ونسول فيه، ولكن عمره ما تيجاوبني، واخا ماما كتقول ليا ما صيفطيش ليه ملي كيهضر فينا وكيأذينا. حتى اختي كذلك كنت نسمعوا بلي انه ما مره ما زوج كيتحلف عليا انه يدمر ليا زواجي. كنقول المهم انا نبرئ ذمتي منه وما نكونش ظالمه اولا مسخوطه، حيت هذه الكلمه كنت نسمعها بزاف من عنده وبدون سبب. فقبل ما نختم الحكايه ديالي كنقول الزوج ديالي شكرا بزاف، شكرا بزاف على اي وقفه وقفتيها معايا وعلى اي قلق تسببت لك فيه. شكرا حيتاش عمرك ما عيرتيني اولا جرحتيني اولا حتى ضربتيني. شكرا حيتاش كنتي ومازال السند والظهر ديالي والرفيق ديالي في الدنيا. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه هنا الليله. انا صراحه ما غادي نقول حتى شي حاجه، غادي نخلي لكم نتوما انكم تبدعوا في كلامكم ليها، حيتاش داكشي اللي كان عندي راني قلتو بيني وبينها في الخاص، فمن فضلكم ما تبخلوش عليها. لكن باختصار مفيد جاتني واحد الحاجه فمي وبغيت نقولها ضروري، ان القصه ديالها انا بالنسبه لي كنشوفها جد جد ايجابيه، لانه دازوا قصص بحال هكا اللي النهايه ديالهم سبحان الله كانوا تختموا بالسواد، بمعنى انه يا اما كيتسلط عليهم شي زوج ما كيرحمهمش، يا اما والديهم كيبقاو مدوزين عليهم العذاب، يا اما ما تلقاوش خدمه، يا اما بزاف ديال الامور. والناس اللي متابعيني غيعرفوا هذا الشيء. لكن في الحكايه ديال هناء سبحان الله كل شيء فيها جميل وكل شيء فيها لطف رباني سبحان الله، لكن كيف قلت لها حاولي انك تشوفي النعم وتلذذيهم وتذوقيهم وتشوفي اللطف ديال ربي الخفي لذلك وسط هذا الشيء كله. الماضي مضى، انت اليوم في الحاضر، من حق زوجك انه يعيش معك السعاده، ومن حق بنت انك تشوفك سعيده، ومن حقك انك تعيشي السعاده وتعيشي داكشي اللي ما عشتيش في الماضي. المهم كلام طويل، نخلي لكم انكم تقولوا تنتم حقكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. تلقاو كيف قلت لكم في بدايه الحلقه غدا ان شاء الله. سلام سلام.